النهاردة فوتوشوت أحلامي هيتحقق يا وزويز. هاي، زيكم، وحشتوني قوي يا أحلى وزويز. وخليكم معايا بقى النهاردة في فلوج الفوتوشوت بتاعي. أنا حاليا الساعة 12 بالليل بنشف في شعري بعد ما أخدت شاور. في الطبيعي دايما بسيب شعري ينشف لوحده، بس لأن الفوتوشوت الساعة 6 الصبح فأنا هطبق وهفضل صحية لغاية الفوتوشوت، وبعدين أرجع البيت أنام. حاليا أنا نايمت بناتي، وبعد ما ناموا أخدت شاور. بعدها ابتديت انشف في شعري على البارد، على السخونه، مش سخونه يعني، على حطاه على الحراره البارده علشان ما ينيمليش شعري، عايزه بس ينفشهولي او ينشفه. وبعدين بعد ما نشفته تماما ابتديت بقى اعمل زي التوتوريالز اللي انا وريتها لكم، ان انا افرد شعري ضربه واحده خفيفه كده عشان افرده فرده بسيطه بس من الاطراف مش من فوق، علشان يفضل بالفوليوم بتاعه. اللي ما شافش التوتوريالز يقدر يدخل على الفيديوهات اللي فاتت هيفهم انا بتكلم عن ايه. وبعدها بقى ببدا اعمل الكيرلز بتاعتي بالكيرلينج واند. بعد ما خلصت شعري هبدا اعمل السكين كير، بلبس العدسات الاول قبل السكين كير. وحاليا عملت التونر من شارلوت تيلبري، وبعدين الاي سيرم برضو من شارلوت تيلبري، وده السيرم من فانتي بيوتي او سوري فانتي سكين. وبعدها هعمل المويسترايزر كمان من شارلوت تيلبري. anyway انا كنت عايزه اقول لكم ان انا حاليا بعمل السكين كير اللي انا بعمله في العاده لما بصحى الصبح، مع ان المفروض دلوقتي الساعه 12 بالليل، فالمفروض ان انا بعمل السكين كير اللي هو قبل النوم والحاجات اللي فيها ريتينول وكده علشان انام. بس انا علشان خارجه بقى وهيبقى في شمس بعدين على الساعه 6 هتطلع الشمس وكده، او على 5 وشويه، فلازم اعمل بقى السكين كير اللي هو بتاع قبل الشمس والسان بلوك والكلام ده كله. حطيت الليب ماسك بتاعي اللي هو من لاناش، ودلوقتي بحط الايبرو والايلاش سيرم بتوعي، اللاش سيرم من لاش ثيرابي استراليا، والبراو سيرم مش فاكره كنت جايباه منين بصراحه، بس يعني حلو، اشتريته من الصيدليه قبل كده. المهم دلوقتي هبدا احط السان بلوك والبرايمر، هو اس بي اف وسان، يعني سان بلوك وبرايمر في نفس الوقت، ده من شارلوت تيلبري اس بي اف 50. وبعدها بحط اللي هو التنت بتاعي او الجلو بتاعي من الف اللي هو الهيلو جلو، وبعديها بقى شوية فاونديشن من الكي في دي سيرم فاونديشن. اللي ما شافش التوتوريال بتاع الميك اب بتاعي قبل كده يقدر يخش صفحه الفيديوهات اللي فاتت هيشوفهم برضو هيلاقيهم، لان انا الميك اب بتاعي ما بيتغيرش، ممكن لون الاي شادو هو اللي يتغير، بس الطريقه بتبقى واحده فقط. anyway دلوقتي بحط الكونسيلرز بتاعتي، استعملت كونسيلر من تارت شيب تيب، وبعدين كونسيلر الفاتح ده من شي جلام، وهبدا اعمل لهم بلندنج بدامب بيوتي بلندر. لازم تتاكدوا ان الميك اب سبونج تكون دامب او مبلوله. اوكي، فبنبدا بقى ندمج التوتوريال الكامل بالتفصيل عشان نعرف ان كل شويه تسالوني على اسامي المنتجات او الارقام الشيد والكلام ده كله، كله هتلاقوه في الفيديوهات اللي فاتت بالتفصيل كاتبه كل حاجه. دلوقتي هبدا اعمل الكونتور والبرونزنج، دول من شي جلام ما اقدرش اعيش من غيرهم. اللي هيسالني على اسم الفيديو اللي فيه توتوريال كامل لمكياجي، اسم الفيديو طريقه مكياج مريم جورج، ان كان بقى على اليوتيوب او على الفيسبوك اكتبوا في السيرش هيطلع لكم الفيديو. دلوقتي بعمل البلاش والهايلايت، دول من شارلوت تيلبري، حبيت قوي اللون ده بالذات للفوتوشوت اللي انا رايحاه، لان هو هيديني الدرجه اللي انا عايزاها اللي تناسب الفوتوشوت اللي انا هعمله. انا مش هقول لكم ايه هو الفوتوشوت، وانتوا بتتفرجوا كده حذروا، يمكن انتوا شفتوه على الانستغرام عندي اوريدي، يمكن ما شفتوهوش، لو ما شفتوهوش حذروا فذروا. دلوقتي انا بثبت الميك اب بتاعي بالباودر دي من فلاور نوز، انتوا طبعا شفتوا الانبوكسنج بتاعه كان تحفه، الباودر عجبني قوي، ورشيت سيتنج سبراي لربنا، يعني كترت الساتنج سبراي علشان يفضل ثابت في الفوتوشوت ده. هتعرفوا برضو ليه انا كنت عايزه اثبته جامد قوي، ده برضو من شارلوت تيلبري المثبت. دلوقتي هستعمل الاي شادو بتاعتهم برضو من فلاور نوز من الكولكشن الجديده اللي هي المون لايت ميرميد كولكشن، تحفه. عايزه اقول لكم ان الاي شادو والكومباكت باودر والليب كل حاجة موجودة في الكولكشن بتاعتهم اساسا من اول الكولكشنز، من اول ما بدأوا كل حاجاتهم تحفة. دلوقتي هحط شوية جليتر، مش شيمر، جليتر من فانتي الدايموند بومب هايلايتر بتاعتهم، فتحفة. حبيت الشيد الجولد لان انا عايزة اعمل حاجة يعني الهايلايتس كلها اللي في وشي تكون على جولد، لان الفوتوشوت هيكون في الشمس، فعايزه يكون الستايل شويه برونزي لو قدرت يعني اوصل للبرونزي، لان انا مش برونزي، انا بيضة. فحاولت ان انا اعمل بقى جولد لوك كجولد جودس. رسمت الايلاينر بتاعي، رسمت، حطيت الكحل. دلوقتي طبعا كل التوتوريالز للحاجات دي تاني هقولها في الفيديو بتاعي اللي هو بتاع طريقه مكياج مريم جورج. ركبت الرموش، دلوقتي بحط البلاش ده من الويس، ده براند من يو كي.
يعني البلاش ده اولا شكلا وموضوعا تحفه، شكلا عامل زي الورده، وبعدين لما بتحطيه هو زي كريم بلاش وبينشف على باودري، فتحفه فظيعه. واللون كمان ماشي جدا مع الستايل اللي انا عايز اعمله في الفوتوشوت. دلوقتي عملت الهايلايترز، واحد من رير بيوتي والتاني من فانتي بيوتي، كترت بقى كلهم الشيدز الجولد، حاولت اكتر جولد هايلايترز على قد ما اقدر. دلوقتي طبعا رسمت شفايفي وبعمل الليب كيت بتاعتي فور شور، مش هخرج من غيرها، اللي هو الجليتر ليب كيت اللون بيبي، فظيعه وطلعت في الفوتوشوت تحفه. دلوقتي انا خلصت عملت القصه بتاعتي، زي ما انتوا عارفين انا بسيبها للاخر، اللي شاف الفيديوهات بتاعتي هيعرف ان انا بسيب القصه للاخر وبعملها بعد ما اخلص الميك اب بتاعي. ممكن اعملها قبل الميك اب بس اكون معايا رولو، بس انا مش معايا خالص رولز دلوقتي، فعلشان كده عايز اشتري رولز، فلغايه ما اشتريهم بعمل القصه بعد ما اخلص ميك اب. احنا هنا كنا بقينا الساعه 5 الصبح اوريدي، فكنت بصحي ايريك، انا اتاخرت عشان كنت بصور ترانزيشنز والحاجات دي على تيك توك، وجت ريدي ود مي هناك على تيك توك. دي الاكسسوارز اللي انا حطيتها، حاجات مستوحيه من البحر. بعدين قلعت النكلس، حسيتها تو ماتش، فضلت بس بالحلق. دلوقتي احنا هنركب السياره، وده كان المنظر بتاع 5 الفجر، تحفه. بونجور وزويز، الساعه 5 وربع الصبح او الفجر. لسه الشمس حتى لسه ما طلعتش، رايحين نلحق السن رايز، هنلحق الشروق بتاع الشمس. عندي فوتو سيشن ليكو جامد موت، very unique، مظنش اتعمل في العالم العربي نهائي، ما شفتوش قبل كده ولا هشوفه الا من بعدي. عايزه اقول لكم ان الفوتو شوت دي انا بعمل لها بلاننج من يمكن 2015، كنت منزل عنها ستوريز عندي على السناب شات وعلى الانستغرام، ومنزله حتى هايلايتس عندي على الانستغرام من 2018، هتلاقوها برضو لان كنت خلاص هعملها في 2018، وكنت اخيرا لقيت الكوستيم اللي انا عايزاه. وان كل الكوستيمز بتاعه الميرميد اللي كنت بلاقيها كانت حاجات شكلها فيك قوي وشكلها برينتد وكده، ما كنتش انا كنت عايزه حاجه شبه فعلا جلد السمكه عامه بقى، فكنت بتاخر دايما او بيحصل حاجه، يا اما بقى اتعرفت على ايريك، وبعدين بقى تجهيزات الفرح، وبعدين بقى حياه زوجيه جديده، وبعدين بقى حمل وخلفه ومرض وسفر والكلام ده كله، فعلشان كده ما كنتش خالص قادره ان انا اوفق الاقي وقت ان انا اعمل الفوتو سيشن اللي طول عمري بحلم بيه. ودلوقتي انا هنا كنت وصلت، لبست الاظافر بعد ما حطيت الميرميد تيل، لان الميرميد تيل صعبه قوي انها تدخل، هي بتبقى ضيقه علشان ما تحسسش اي حد ان في رجلين من تحت، لازم تبقى كأن انه فعلا جسم سمكه. الكوستيوم ده بيبقى ضيق شويه. وبعدين بقى بعد ما لبسته وتاكدت ان انا لبسته تمام، ابتديت اركب الاظافر بالستيكر، لان انا لسه في رحله ان انا مريحه اظافري زي ما قلت لكم. وطبعا الحمد لله الاظافر فضلت معايا السيشن كامل، مع اني كنت بقى بحط ايدي جوه الميه وبقعد ادوس واعمل والكلام ده كله، بس ما فكوش مع انهم متركبين بالستيكر. ناس كتيره سالوني ازاي كنت بتحرك او بروح واجي باللبس اللي انا لابساه ده، انا ما كنتش بروح اي حته في اللبس ده، صعب ان انا اتحرك بيه اصلا، ده حتى علشان اقلب من ناحيه لناحيه صعبه شويه. هو في العوم اسهل بالنسبه لي، يعني انا لما عمت بيه كان سهل، عندي سيشن لي وانا بعوم بيه، بس بتش ان انا انزله لان التصوير ما كانش واضح، فهعيد تصويره ان شاء الله تاني وانا بعوم بيه جوه الميه. anyway كنت عايزه اقول لكم ان انا جيت المكان اللي انا هتصور فيه كنت لابسه المايو بتاعي، بعدين قعدت لبست البتاع ده فوق المايو وخلاص ما اتحركش من المكان ده تاني، الا لو انا هتحرك تاني لازم ايريك بقى يشيلني وديني حته تانية كده، او يرفعني قعدني علشان اكمل السيشن في منطقه معينه انا عايزه اتصور فيها وهكذا. اغلب الفيديو هتشوفوني قاعده بوجه ايريك يصورني من فين، او يصور الديل بالشكل الفلاني هكذا. منظر المايه بقى، في ناس علقوا لي ان منظر المايه مش عارفه مش لطيف او مش عارفه ايه، يا جماعه ده بحر خاص وشاطئ خاص، واساسا المايه نقيه جدا جدا جدا، واساسا مش ملوث حتى لانه لسه بحر جديد فاتحينه. المايه نقيه جدا واحنا شايفين لغايه تحت من كتر ما المايه النقيه، بس ممكن يكون التصوير بس ظالم المنظر، المنظر في الحقيقه تحفه، المكان في الحقيقه فظيع جدا جدا جدا، واكيد يعني المكان في دبي يعني اكيد مش هيبقى وحش، المكان تحفه جميل جدا. طبعا هنا انا كنت بصور شويه كده الفلاور نوز، لان الميك اب بتاعهم ماشي جدا مع السيشن بتاعي، هو كمان الميك اب بتاعهم الكولكشن بتاعهم عن الميرميد، فكانت صدفه جميله جدا ان انا اكون جايبه الميك اب ده بتاع الميرميد كولكشن، واكون ناويه اعمل الميرميد فوتو سيشن ده. إريك كان بيساعد في تصويري مع الفوتوغرافر، الفوتوغرافر دي كانت جيزيل بنوتة زي العسل، هي دي اللي كانت بتصور.
تنورني السيشن ده، وهي اللي ساعدتني ان انا اعمل السيشن بتاعي ده اللي انا بحلم بيه بجد. بنوتة زي القمر، تابعوها بقى على الانستجرام، عاملة لها منشن وتاج، كلها لقطات كده behind the scenes للسيشن بتاعي. اللي ما شافش الصور السيشن والفيديوهات اللي نزلها على التيك توك وعلى الانستجرام يدخل يشوفهم دلوقتي عندي على الانستجرام، هتعجبكم قوي. او طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين المايو بتاعي كل شويه يظهر من تحت الديل، لان الديل كان واسع عليا من فوق، فانا في الصور بقى زبطناها ان هو ما يكونش باين ان هو الديل متزفلت لتحت شويه، بس في الفيديوهات صعب ان انتوا تظبطوا الحاجات دي. اللي شاف السيشن منكم على الانستجرام، كل الكومنتات الجميله دي وصلتني، وثانك يو جدا لكل الكلام الحلو وكل الدعم الجميل اللي وصلني، وانه عجبكم السيشن. يعني انا فرحت جدا بالموضوع ده. اقول لكم ان انا مبسوطه ان انا رجعت الاصلي، ورجعت ان انا ابقى ميرميد تاني، لان طبعا انتوا عارفين ان انا اساسا في الاصل ميرميد، وبقيت بني ادمه بس عشان بحبكم وبحب اكون مع وزويزي. كرنج شوية صح؟ anyway هتشوفوا محتوى كتير قوي mermaid content قريب، وانا بقى بعوم بي والسيشن صور تاني برضو، وانا شعري بقى مبلول، بدل ما انا شعري هنا معمول يبقى فيه لوك تاني وشعري مبلول برضو عملناه لما بعد ما عمت، بس ما حبيتش قوي الصور، فهرجع اعيد الصور تاني باللوك وان شعري مبلول وكده، فهيبقى احلى وقت لوك وكده. وmermaid suit تانية مش نفس التيل، هيبقى ديل مختلف والوان مختلفة، هعمل لكم content mermaid اكتر، يكون عندي على تيك توك وعلى الانستجرام والحاجات دي بقى وانا بعوم وكده، ف يا رب يعجبكم. anyway بحب اشكركم ان انتوا شفتوا الفلوج ده، ويا رب يكون الفلوج عجبكم وان انتوا كنتوا معايا في يومي. دي جيزيل باي ذا واي اللي هي طالعه هنا في الفيديو دلوقتي، كنت حابه اصورها لكم، فقلت لإريك يصورها علشان اوريكم وهي بتشتغل، وهي very very يعني committed to her job بجد، وهي اللي بتخلي الميرميد دريمز تو كم ترو. اي واحد عايز تبقى ميرميد، ما عليه ان هو يتواصل مع جيزيل وهي هتحقق له احلامه انه يكون ميرميد. اشوفكم بقى في الفلوج الجاي. احلى وزويز، احنا هنا الساعة كانت خلاص بقت الساعة داخلة على 7:15 الصبح، وخلصت السيشن على الساعة 7:15 الصبح، روحت البيت كانت الساعة 8:15 تقريبا، دخلت اخد شاور بقى وغسلت شعري تاني مع ان لسه غسلاه، فطبعا هضطر ان انا اريح شعري كده كم من يوم من غير ما اعمله اي حرارة، لان غسلته كده نفس اليوم مرتين. دخلت انام على الساعة 8 وصحيت الساعة 11 بالظبط، يعني نايمالي يمكن 3 ساعات فقط لان بناتي كانوا صحيوا، فكملت بقى اليوم معاهم على بس 2:30 نوم كده او 3 ساعات نوم. وذاتس ات، يا رب يكون الفلوج عجبكم يا احلى وزويز، واشوفكم بقى في الفلوجات الجايه، ودايما بفيديوهات او حاجات كونتنت ما يكونش حد عملها، وما اظنش حد تاني هيعملها من بعدي.